بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم سہاوا ٹرکوں والا ہوٹل ہے. کھانے کا ذائقہ اور چائے بڑی بہترین. سٹینڈرڈ گو ہمارے لیول کا نہیں ہے, لیکن چلو کبھی کبھی ہمیں اپنا سٹینڈرڈ لو لیول پہ لانا چاہیے تاکہ انسانیت قائم رہے. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو طبیعت ہے کہ کھانا جو ہے وہ جسم کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو تلاوت ہوتی ہے وہ روح کی ضرورت ہوتی ہے. اگر روح جو ہے وہ ایک دفعہ پرواز کر گئی نا, پھر قاری صاحب بہت خوش ہوں گے, کہیں گے چلو. تو اس سے پہلے کہ قاری صاحب خوش ہوں, کیوں نہ کوئی تلاوت کر لیں اور روح کو وہ پرواز مل جائے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھا کرتے کہ مرد مومن کو وہ قوت گوئی عطا ہو جائے اور قوت عشق عطا ہو جائے. اور دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا ہو جائے. روشنیوں کا شہر, پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. تلاوت کرتے ہیں اور آپ نے مائنڈ نہیں کرنا, چونکہ ہمیں تو جہاں موقع ملے گا تلاوت کے سوا اور ہماری ڈیوٹی کوئی کام نہیں ہے. بس یہ ابھی کھانا چونکہ کھایا ہے, بہت مزہ آیا. اس میں کون سا نمکین, ایک نمکین کھانا تھا, پتہ نہیں وہ یخنی والا چھوٹا گوشت. چھوٹے لوگ چھوٹا گوشت, بڑا گوشت ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ بڑا گوشت کھانے سے ہم پھر بڑی بڑی ڈنگے مارتے نا اور بڑا ہونے کا چکر رہتا, اس لیے بھی بس چھوٹا گوشت چھوٹے لوگ. آ جا بیٹا ادھر پیچھے آ جاؤ, اگر ویڈیو میں آنا ہے تو آ جاؤ. وہی بچہ لوگ آ جاؤ ادھر, ادھر پیچھے کھڑے ہوں, دیکھیں یہ ویڈیو بن رہی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ جاؤ سونے سونے بچے, آ جاؤ. یہ دیکھیں ہمارے اس علاقے کے اسٹوڈنٹس ہیں نا, تو آپ کو ویسے نیلا رنگ اچھا لگتا ہے, تو دیکھیں آج نیلے نیلے سوٹ والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین یاسین یاسین. تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك العرجون القديم للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم بمثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتاز اليوم أيها المجرمون لم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن يؤمرون نكسوا في الخلق فلا يوكلون وما لم نهوا الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يؤمن كالقول للكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قاف الورى مصباح الظلم جميل شيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب الكعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر أمي مغرق خذ يدي سائلنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر أمي مغرق خذ يدي سائلنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر أمي مغرق خذ يدي سائلنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم
بلا غلو راب کمالی کشف دو جاب جمالی سن جمیعوں خسالی سلو علی والی و صحابی و سلم تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين thank you very much for watching share it see you inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh